Merhabalar bebir öğrencilerimiz. Merhaba tullab el bebir. Nasılsınız? Evet arkadaşlar bugün neler öğrendik konusunu alacağız. Ee, şimdi birinci ünitede neler öğrendik? Konnakat akadnal arak ul a a hada imtihan elwude. Yani neler öğrendik? Ünitenin e, sınavı olsun. Hemen arkadaşlar aşağıdaki fiilleri kullanarak boşlukları arak ve آآ أو يايا يا إلى دولدرالم يعني اللي نملأ الفراغات بالأرك إرك اللي كانت هي شو كانت هي متجيب معناتها يوريور يوريرك بتصير ماشيا يعني كوشارك راكضا لنتذكر كوشا كوشا أو بنجيب آآ أوكيا أوكيا شو كانت بتبين لك كيف تم الفعل إت ين ميك ين مك الغلبة أن تغلب يعني إذا قلت لك ين فأغلب ات فعل مساعد تساوي افعل جار يعني آه انظر بمعنى جرمك فرمك الاعطاء كونشمك المحادثه او الكلام باكمك النظر ازر ديلمك الاعتذار اتمك آه ايضا قلنا قبل قليل اتمك يعني تساوي تفعل ديملامك الاستماع المك الاخذ سلمك المسح Evet, güzel sorular همان بير، أوريتمان اسكي كونيوت تكرار درس باشلا د هون لازم نشوف أولاً آخر جملة دارسا بدل د بدأ للدرس كيم أوريتمان نصل اسكي كونيوت تكرار درك كيف بدأ الأستاذ بدأ للدرس مكرراً الموضوع, الموضوع ال ال الذي عبر من قبل يعني الموضوع الفات اسكي القديم الموضوع القديم فإذا إيرادت من إسكي كوني تكرار إدراك دار ساباش لدى يعني الأستاذ كرر الموضوع الماضي ومن ثم بدأ للدرس <hesitation> قالت طبعا هون حط إدراك إذا حطينا آه آه تكرار إد إد أيضا بتزبط بس هون بتتعزز أكتر إذا كنا إد إد هيك بتوحي باللغة التركية لا ننسى يا ميك كتابنا لي زت لي يا ميكلار يا بيورم يا ميز يا ميكلار يا بيورم إذا سألنا نصل يا بيورسون لي زت لي يا ميكلار نقول يا ميك كتابنا بكارك بكرك أو بكا بكا أيضا جزال جلنري حيال أيودو نقول جزال جلنري حيال درك يعني حلم بالأيام الجميلة وهكذا نام أي حالما يعني هو وعم يتخيل الأيام الجميلة نام أركدش لرنو نطو نصل ونطو هنا نقول ريك جارمي أو جارمية جارمية فهي معززة أكتر Görmeye görmeye unuttu. Bir adem bu uyetihi li azdika'ihi nesihum. Yani Arkadaşlarına dedik. Arkadaşlarına borç parasız kaldı. Parasız kaldı bakiye bile nukud ota deyn ey vere vere. Arkadaşlarına borç vere vere teci akvamnil vererek فرا هون في نسبة شوي للجملة يعني لمعلوماتكم مو كلهم نفس المعنى لا نتذكر فرا فرا ده مناسب موسيقى دين ليرك سبوري مستمعا إلى الموسيقى يعني مارس الرياضة وهو يستمع إلى الموسيقى كيف مستمعا إذا الجواب يدي أدم بير هافتا بير هطا يابت. أدام بير هطا يابت أدم بير هتا يابت و أخطأ الرجل وابتعد من هناك كيف أزر دليارك نقول شوفوا أزر دليارك أم نحط الكلمات هنا المناسبة شمدي كونشمايا كونشمايا كونشما يا تركشي ونطل لأنه كونشرك ما بتصير فلازم نقوم بعدم إذا تذكرنا القاعدة بعدم آه الكلام نسي اللغة التركية بعدم المحادثة نسي آه اللغة التركية نقول كونشمايا كونشمايا دوكز توز آلارك في جاملر سيلارك إيفيني برل برل يا برل برل يعني عم يلمع أص يعني يعني أصبح البيت يلمع كيف يلمع بأخذه للغبار ومسحه للبلور يعني للنوافذ البلور توز آلارك توز آلماك يعني أخذ الغبرة جام سيلمك مسح البلور أت أظن نقول غردا آلماك في سيلمك مشان بادن سونرا <hesitation> آه, نديديك إرت يدي فاناربحتشي كارشي تاكومو شامبيونولد كلمة شامبيون أخدت الكأس أي فازت من فاز منتخب فاناربحتشي منتخب رياضي هولا كارشي تاكومو ينيرك كارشي تاكومو ينيرك نصيحة لما بيجيكم كلمة ما بتعرفوا ما بتعرفوا أنو هاد منتخب اتركوا للآخر وافعلوا أي شي بيطلعلكم هون ممكن ما تعرفوه، أصدقائي Evet, şimdi aşağıdaki cümleleri iyiken zarf fiillerini kullanarak yeniden yazalım. Kal, lütfen kullan. İken, ay, o lütfen. Hânema, lütfen ettiğim. La la sıfat, ve cümle, cümle ismiye ve maşallah almıştık. Burcunun saçı kahverengiydi ve o zamanlar burcu güzeldi. Hona cümle. بمستوى الأيك يا أصدقائي قال برجون ساشي كهوة كان في اللون البني شعر برجو وفي ذلك الزمان يعني عندما كان بمعنى عنده ولكن ليس لا يوجد عنده كان باللون البني وفي ذلك الزمان كان أجمل أي برجون ساشي بدل يدي هون يدي شو بنعمل نكتب يي كان برجون ساشي كهوة كان برجو ده ها جزال دي هون أصبحت تماما حينما كان شعر شعر برج بني اللون أصبح أجمل كان أجمل كان أجمل أهديكي أحمد زيفت بهيك جمل إذا طلب كان فورا من دور على الفعل أو على الاسم أيهما أو الصفة شو المطلوب فإذا هون في أحمد وزيفت وفي ت إذا كان نحيفا لازم خطت تحت فورا و صو و و دها صحيلي ايضا في صفه هون صحيلي د وكان صحيا احمد كان نحيفا وكان اكثر صحيا وكان صحيا اكثر كيلو aldıktan sonra بعد ان زاد وزنه pek çok sağlık problemi yaşadı اذن كيلو aldıktan را بعد ان زاد وزنه pek çok sağlık problemi yaşadı عاش الكثير من المشاكل الصحيه متى بعد ان ازداد وزمان ما برضو يا الشيء الأساسي زيفت لنقول ظيف كان ده صالق ما بنقول هون ده صالق لي كان لأنه بتصير حينما كان صحياً فموضوعنا هون حينما كان ماذا؟ حينما كان نحيفاً فبنكتب أحمد ظيف كان ده صالق ما بتغير هون شيء ما بصير مشكلة بس ما فينا نحط كان هون ولو كانت هاي صفة وهاي صفة الأساسي هون حينما كان نحيف أصبح شو؟ بتضل السالك ليدا ما بتتغير سالك ليدا كيلو عالدكتان <سؤال> صار بيك شوك سالك بروبلم يشهد الجملة هون بتضل نفس ما هي بعد أن زاد وزنه أصبح لديه الكثير من المشاكل اتش بان دوش تايدم شوفوا الدوش واجت تا واجت د إذا كنت في الدوش أتدوش يعني أو زمان في ذاك الوقت رن التليفون معناته حينما كنت في الدوش İ o zaman ben duştayken telefon çaldı. Cümleten sah azdıkayı la yıgar şey. İki cümlede sah. sa. Ama lakin hay bteti bi mana hina ma hiya aqwa wa afdal. Walakin tastati an tastakhdim had bi mustawa al aik. Fa hay cümle bit beynena enno qadirin nitkellem bil abir bil aik, afwan bil aik u bil babir. Hay bil babir, hay bil bil aik. Evet. Dört, ben tatildeydim. O zaman eve hırsız girmiş. أنا كنت في العطلة وفي ذاك الوقت دخل لص إلى البيت أنا كنت في العطلة ودخل حرامي إلى البيت فإذا كنت في العطلة فحينما كنت في العطلة بان تاتيل دي كان حينما كنت في العطلة دخل إلى البيت لص 5. طرنlarımla birlikteydim ve gözüm hiçbir şey görmüyor طرنlarımla birlikteyim Affan birlikteyim ve gözüm hiçbir şey görmüyor. Torunlarım ahfadi birlikteyim. Ana ma ahfadi ve uyuni ma am betşuf gayran. Yani ana ma ahfadi ve uyuni la tara siwahum. Feizen manatil kelam hon. Torunlarımla birlikteyken gözüm hiçbir şey görmüyor. Ey hine ma akunu. Ve aydan bıtsır torunlarımla iken. O ma bıtsır. Gerek torunlarımla iken. Gözüm hiçbir şey görmüyor. Bısı min şil hon birlikte. Eze bedden istahdıma hek. Allah ve birlikte nefsil birlikteyken ma keman. Allah ve le bima'na azdikai fe lazım nasur hek Allah birlikte bitic bima'na. birlikteyken gözüm hiçbir şey görmüyor. Evet şimdi arkadaşlar burada يوجد عندنا فقرة هون نص يعني آه نقول ومنتهية يعني في فراغات هون فبهيك شيء لازم ننتبه أولاً شو عم يسألنا بز سوريور يسأل الض أي بيرلي مش زمان ويسألوا الآيوردو شمديكي زمن هيكايسي وحكاية الزمن المستمر فقال لنكمل الفراغات بالماضي العادي وبحكاية الماضي المستمر في حكاية الزمن المستمر. Evet. Şimdi dün gece uyu يوردم قال دون جاء ويوردم هون في قصة أصدقائي لازم تندمجوا مع القصة عشان تعرفوا وإذا ما اندمجنا نقول دون جاء ويو بيرسس إلى أيان الأيان استيقاظ والأيون نوم فإذا كنت نائما في الأمس امبارح كنت نائم دون جاء ويوردم bir su sesi ile li sautma ay sautma uyandım na kulu istaykastu istaykastu marra vahide fe nada addı hon kuntu naimen hon istaykastu fe izen hon fel madi mustamir hon madi adi dün gece uyuyordum bir su sesi ile uyandım yataktan kalkıp sesi takip et yataktan kalkıp hala uyandım ومن ثم استيقظت يتاكتان كوكب اه يعني قمت اه من, اه من السرير قمت من السرير سيسي تاكيب اتم نقوله وراقبت الصوت راقبته مرة واحدة ليش لنكمل ساس بانيودان قال هلا الصوت راقبته انا يا تاكتان كوكب من تختي وراقبت الصوت فكان يأتي من الحمام نقول سيس بانيو دان جيليوردو مو جالدي لأنه كان ما زال يأتي الصوت فهون مهم جدا كان ما زال يأتي فما بصير نحضر سيس بانيو دان جيليوردو فإذا الفعل مستمر بالماضي بانيو كابسنا أتش هلا الواحد بيفتح باب البانيو كم مرة مرة أشتم ما بصير أتش يوردم ني أت الأضم هي الخطوة الفخجة يعني فتحت باب الحمام نوار هذا سألت حالي هون نوار دية أضم ما وفخشت بأنه شو عم بيصير يعني ماذا يحصل نوار دية قضم ما ايام سرل سكلام اولدو ايام أو سرل سكلام سرل سكلام بالعمية عصرني بنعصر لمن بتبلل فتبللت كثيرا رجلي تبللت كثيرا ايواه بانيو يوسو باشم باسمش ايواه قلت بعد ما دخلتو ورجلي اصبحت مبللة بالماء ايواه بانيو يو سو باسمش لقد طاف الحمام سو باسمش اي طاف الحمام شوبينين فانا سبطلمش فانا سو فش كرمك الفش كرمك عم بتفشفش المي بتفشفش عم بتفش يعني شوبينين السخان يعني الحنفية تبعو مش انفجرت فانا دانسو فشكو وكان تفش الماء كانت تفش الماء من يعني الحنفية تواليت كاتلر داترجانلار كيرليتشا ماشالار بتن ايشالار اسلاكت تواليت كاتلر المحارم داترجانلار يعني يعني ادوات التنظيف وبتصير مسحوق غسيل وما شابه الديترجان والسوائل هاي تواليت كاتلر ديترجنتر كيرلي تشاماشلر التشاماشر هو الغسيل الكيرلي الوسخ يعني ال ال واللباس الوسخ بتون اشيلر وكل من الاغراض اصلاقت كانت شو مبلله مخضرة يعني همن دشاري همن دشاري ما منقول شو كيوردو لانه بتصير مره شكتم خرجت عندما رايتو تفشو وتبلل كل شي فخرجتو، دشارة دشارتشكتم، خرجتو فورا للخارج. إيفين كابسنة كاباتب، إيفديكي بتون سيو كيس، كم مرة بنقطع الماي؟ قال إيفين سكرت الفانايا، يعني الحنفية، كاباتب، إيفديكي بتون سيو، وكل ماء البيت، يعني كل كل شيء عم يجري من البواري من الماي، كل ماء البيت سيو، ماءه كيس تيم، قطعته مرة واحدة، فإذا نضع دو, دو 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 هون. ettim. Bütün gece banyodaki suyu boşalt tulelleyl kulelleyl bütün gece banyodaki suyu boşalttım. Nakulu leş faddaytul ma elleti fil hammam tulel ve banyoyu temizledim ve naddaftul hammam. Ma kul boşaltıyorum temizliyorum. Çünkü kana fil ems ve marra vahide boşalttım. Farraktu ve min summa temizledim. نظفته صباح إشي قدمدم ما ذهبت إلى العمل في الصباح همن تيسيساتش نقول مو أريوردم أريو أرادم صباح بير تيسيساتش أرادم و ساتشي فاني تامير اتي و يعني معلم الصحية أه صلح تامير اتي أي إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة الحنفية إيكي أو إف إيكي يعني لحسن الحظ بمعنى كنت كنت في البيت، أصدقائي ملاحظة أنا شرحته بهذا الشكل لأنه لازم تعرفوا الموقف ونصيحة نصيحة عندما تأتي هكذا من نصوص فاعلموا أول جملة شو بتنتهي بجوز ما تخطر على بالك شو تعبي هون أو هون فلازم تشوف أول سطر ما اقتنعت تاني سطر ما اقتنعت ثالث سطر بجوز هون كله تشوفه ومن ثم بتتكون بعقلك فكرة أمت. المهم أنك تعرف الحوار كيف يتم تمام ومن الفاعل بالجملة ومتى بيكون الفعل فهون وبتطلع هون هذا للبيت جهز حاله للامتحانات التمر fil lugat Türkiye. Şimdi arkadaşlar yeni bir konuya gireceğiz. Evet, hala lan edhullah mavdu'u icdid. O mavdu'una ünite 2, el vuhde el Evet arkadaşlar bakalım ikinci ünitede neler var? Beceriler, el maharat ne diyor? Gazeteler ve dergilerdeki metinleri anlama. Fihim, en nusus, التي التي في الجرائد والمجلات إذن فهم النصوص اللي بالجرائد وبالمجلات في كير الشفر فكر ما في كير بولون ما تبادل الأفكار أخذ الرأي بين الشخصين فكر كير bulunma. دا بولون ما bilgisi اسم دير القس في عندنا اسم في هذا مهم موضوع مهم جدا 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 وهو المك والما والإش التي تفتس يعني بتساوي من جذر الفعل اسم مثل أوكو قراءة أكو القراءة بصير أكو إقراء أكو القراءة أو أكو إقراء أكو أيضا القراءة سنتعلم وأيضا بتصير أوكيوش فإذا الأوكو باستخدام هدول أصبحت اسم القراءة سنأخذ التفاصيل سونرا أمير بندات دولايلى أن أمر إيميركي بندات دولايلى النقل الغير مباشر بصياغة الأمر سيكون الموضوع ولكن لن نستطيع أن نساوي إلا بهاي القاعدة أصدقائي فراح يكونوا مرتبطين لبعض لمعلوماتكم كلمة لار الكلمات إيش هياط حياة العمل إيش هياط بشر بشر النجاح بشر مسلك المهن مسلك Burada ne var? İş dünyası, iş dünyası, alem el a'mal, alem el a'mal, iş dünyası. Evet arkadaşlar hemen gelelim. İş dünyası, iş hayatı, iş dünyası, alem el a'mal, iş hayatı, hayatul amel. Ünite 2 A kısmı, nehne Bir kısmı A. Evet, Künne kad tekellemne azdikai, lan atiko lemha, çalış. Çalış. بتعرفوا انه هي شو فعل تشالش تشالش ولكن اذا اجاها ما رح تصير العمل او الدراسة تشالش ما فاذا هكذا اورن مكتن من التعلم شوفوا اورن تعلم اورن مك تعلم تن من التعلم جلمي قدومي واتى تعريف عليها أوكو القراءة أوكو إقراء والماك مع المصدر تصبح أوكو القراءة هنا سنتعلم الفرق بشكل جزري بين الفعل والاسم يمك هنا لا نعرف ما المعنى طبعا هي بمعنى الطعام هون من يا أصبحت يمك من كل طعام كونش كلامه أو كلامها أبا تشندي إيش Çalışma şartlarından oldukça memnunum. İş yerimdeki çalışma şartlarından oldukça memnunum. Memnun, ana memnunun cidden, oldukça çok yani, ana memnun cidden, minşurut el amel elleti fi mekan ameli. Yani ana memnun, mesrur ktir, minşurut şurut ameli, illi bil mekan ameli, eyle, bişteğil fi iş yerimdeki mekan ameli. İki, cümlede her gün yeni bir şeyler öğrenmekten çok hoşlanıyorum. Çok hoşlanıyorum. Yani uhibbu aw ansaru بتجمعنا هون كثيرا من تعلم اشياء جديده كل يوم. Yani ben buspat كتير من تعلم اشياء جديده كل Benim gelmemi istiyor musunuz? Benim gelmemi istiyor musunuz? Hal tabuduna kudumi şufu gelmemi yani kudumi kitap okumak güzel bir alışkanlıktır. Kitap okumak güzel bir alışkanlıktır. Kıraatul kutub kitap okumak kıraat kit el kutub güzel bir alışkanlıktır. Adeton cemile. Yemek sipariş edelim mi? Yemek sipariş edelim mi? Sipariş etmek ve talep ı ta'am ni talab taam jahiz Yemek ya mexi parishi la yani toplantıda hepimiz müdürün konuşmasını dinledik toplantıda filistima hepimiz kulluna müdürün konuşmasını kelam el dinledik istemene, istemana, i̇stemana kelam el mudir kulluna şimdi arkadaşlar hazırlık çalışması hazırlık çalışması hunana şat Aşağıdaki boşlukları yazalım. Kal. Evvelen hazırlık. Hangi meslekleri biliyorsunuz? Eyye mihen tarifun. Hon hedefu. E, şufna kem mehnem na'ref. Vaktubu lil faragat huna kal. El mihen. Elleti tarifun. Aşağıdaki boşluklara lil faragat hezihi. Arka, e, hangi meslekleri biliyorsunuz? Yani eyye vahdem na'ref. Nektiba hon. Ba'dem nektiba bil farag. Boşluklara yazalım. Arkadaşlarımızla karşılaştıralım. Ve linukarim ma ona. Yani sadiqi kem mihne bi'aref. وأنا كهانجي ميز ده مسلك بليوير أيهما يعرف أكثر من أسماء المهن في اللغة التركية شمدي أركضاشلار لنفرض أنا كتبت عن حالي وأنا بعرف هدول لنفرض شوفر لك مثليين أقول شوفوا مسلي طبعا إذا بتضيفوا لهون مسلي بس بتصير مهنة مهنة القيادة للشوفير يعني هيك إذا بتضيفوا لكل واحدة من هون بتصير شو؟ شوفر لك مسلي اذا الشوفير يعني قياده السير اذا كنت تتقن هذه وتعتبر هي عمل مسلك ايضا تمزلك تشليك التنظيف ومجال التنظيف تمزلك تشليك مثلي ايضا هي مهنه اشتشلك اشتشلك الطبخ اشتش طباخ اشتشلك مهنه الطبخ اذا قلت اشتشلك مثلي اصبحت مهنه الطبخ ارت مانليك ارت مانليك مَسْلِي مهنة التدريس تصبح ارت مانليك مَسْلِي مهنة التدريس كوافر لك المجال الحلاقة يعني كوافر لك مَسْلِي نَقُولُ مهنة الحلاقة الز... الزراعة شفت شي مزارع شفتش الزراعة مجال الزراعة شفتش لك يعني مهنة الزراعة حيوانجلك حيوان يعني حيوان حيوانجلك بتصير مهنة تربية الحيوانات فإذا نقول حيوانجلك مثلي شونرا محاسبة محاسبة مثلي أو محاسبة بتصير أيضا المحاسبة يعني المحاسب وقس بتصير اختصاص المحاسبة أي أيضا مهنة بازارلك بازارلك التسويق بازارلك et tesviq, pazarlık mesleği veya pazarlama نقول ايضا pazarlama pazarlama mesleği olur arkadaşlar pazarlamacılık veya pazarlama ee, mu bu pazarlık affan pazarlama veya pazarlamacılık bitsir mesleği mihnet et tesviq, pazarlama dış ticaret et ticaret قسم التجارة الخارجية أيضا هي اختصاص ومهنة تجارة دش تجارة أفجلك أفجلك الصيد إذا قلت أفجلك مثلي شو بتصير مهنة الصيد سكرتارلك لك السكرتيريا مهنة السكرتيريا أيضا أي مجال السكرتيريا كمان شنرا كصب لك مسلي أو كصبتلك كصب. Kasap. kasap kasaplık av kasapçılık Nakuluha şeklen. kasapçılık evet arkadaşlar kasap yani cezar e, kasap kasapçılık mesleği av kasaplık ne bileyim, çılık. yani şu şekilde kasaplık mesleği boya boya yani e, tedehin tedehin el ve sayarat av hasap boyacılık Boyama mesleği, av boyacılık, inşaatçılık mihnet şu, inşaatçı yani arkadaşlar, e, muallem el inşa ey el amar yani inşaatçılık, el inşaat yani amara, məzal amara. Evet, burada arkadaşlar, aşağıdaki kelimelere uygun boşluklara yerleştirelim kelimeleri. Lenza el kelime tazi huna fil faragat ولكن أيضا يجب أن نعرف المعنى أولا زحمت لي زحمت لي يعني شيء متعب يريد يعني الكثير من العمل أي متعب زحمت لي زحمة تعب ممكن عذاب بالعمل زهمت لي دولجون أجرت لي راتب يعني عالي الأجرة دولجون أجرت لي راتب عالي أصغري أجرت الأصغري أجرت هي الحد الأدنى لل يعني للأجرة التي تدفع للموظفين في الدولة نقول له أصغري أجرت وتحدد هي من قبل الدولة كل سنة دشك أجرت لي دشك أجرت لي يعني إجرة منخفضة جيتشي جي أجرت جيتشي جي أجرت يعني غيتيجي عفوا غيتيجي مؤقت يعني yani مؤقت بشك أجرت لي أجرة منخفضة غيتيجي مؤقتي مؤقت تام زمانل الزمان أي مثل ال full time يعني yani. عمل طول اليوم كامل تمن ساعات على الأقل مثلا تام زمانل يرزمانل بمعنى البارت تايم يعني نصف يوم ستريسلي ستريسلي يعني عمل يوجد به ستريس İkramiye, el ikramiye, cazib, ey cezzab. Şimdi, ilk önce linakra on, kitap ton, Bir iş sadece belli bir süre, bir iş sadece belirli bir süre bir yerde çalışmaktır. Amelon, zaman nakulu geçici bir iş sadece belirli bir süre bir yerde çalışmaktır. El amel el muakkat en takolu bir mekan muayen belirli bir süre, fatura muayene bir mekan muayen fatura muayene bir mekan muayen evet, geçici bir iş sadece belirli bir süre bir yerde çalışmaktır. İdmany bir iş sağlığınızı bozabilir, sağlığınızı bozabilir. İzn stresli bir iş ne kulu yani e, amel bir stres, içtoviye ala stres. Minel Munken mungkin an yadırı بصحتكم 3 بير تشوك بارا بهذا العمل يعني اي يجب ان نكتب هون لن تستطيعوا ان تربحوا الكثير من النقود اذا نقول دشوك اجرت لي بير اشتا في بعمل في عمل آه منخفض الأجرة لن تستطيعون أن تربحوا الكثير من النقود ما فيكم تربحوا مصاري كتير بعمل منخفض الأجرة أجرة Bir iş sizi heyecanlandırır, ilginizi çeker. Cazip bir iş. Yani amel, cazab, mümkün. Yuhammis kon ve intibah kon. Sizi heyecanlandırır, ilginizi çeker, yuhammisukum ve ilfet intibahukum. Patronun vermesi işçileri motive eder. Motive eder yani bizi hafız andil ummel, iza a'tal patron ay sahibil amel ikramiye lil ummel. Fey i'ta إكرامية من قبل yani يعني inda bir işte çalışmak size çok para kazandırır. Bir işte çalışmak. Bir amel, bir amel, bi' bir amel, yani hâdel amel yurabbihukum mal kefiren, şu huve dolgun ücretli, nakul, dolgun ücretli, yani bir amel, مرتفع الأجرة تبعه بربحكم يربحكم نقود بير اشتي جنن صباح اولى اكشام كي بي سادة işte, bölümünde çalışırsınız. دا چالشرسنز part time اذا في عمل e, نصف يوم يارن زمان او نصف وقت نصف وقت يعني yani, نصف يوم فبصير انه بير اشتي بهيك عمل تعملون صباحا أو أثناء الظهر أو في أثناء المساء فقط كم زمان لبير إشتا تاطيل جنرنس نص بير فيا إكي إذا في عمل كامل الوقت يعني فول تايم تكون مدة العطلة يوم أو يومين مدة عطلتكم أصغري أجرت لي أجريت أجري أجري دولة بيليلار. هي أصغري أجرت دولة بدلر لا نكتب نحط تعريفون لأنه يعني تحدد الدولة ماذا تحدد؟ الأصغرية أجرة يعني الراتب الحد الأدنى للموظف في الدولة أو آه العمال أن زحمت لي إيش هر زمان شوك زمان وإنرجي فإذا العمل المتعب دائما يعني يحتاج لوقت كثير وللطاقة Evet, şimdi 3. Meslekleri kendimize göre yukarıdaki kelimeler ile tamamlayalım. Kal li nukmel Ona Bence garsonluk tam ya da yarı zamanlı düşük ücretli bir iştir. Bence birai garsonluk ey mihnet el garson ke mihne هي تكون طم يدا يعني يوم كامل او نصف يوم يرزمان او نصف يعني جزء من اليوم مثل ما قلنا صباح لا اكشام اكراميه ألا مصن اما بخشيش ألا بلرسن في هذا العمل لن تاخذ اكراميه ولكن تاخذ البخشيش بل براز جاذب اما ستريسلي بير من الممكن ان يكون جذاب يعني عمل الجرسون ولكن هو يحتوي على الستريس اركادشلار ايت يوجد عندنا اوكوما قبل ما ناخذ الاوكوما لنطلع للقاعده اللي تحتها فبفضل يكون هيك كي تفهموا النص بشكل افضل لانه راح يكون قواعد الى علاقه بالنص فبيكون فهم النص وتعزيز الكلام اكثر فهما اذا عملنا القاعده قبل النص فاليوم نحكي عن القاعدة ودرس الجاي بنقرأ النص ومنحل القاعدة هون بتكونوا انتو حليتوها بعد الشرح هكذا يفضل لانه يعني بتكون المعلومات افضل وبتتخزن اكثر شم دي اسم فيل إكلير لحقات الاسم فيل اي هي لاحقة التي تجعل من الفعل اسم ما هي اللواحق قال ماك Ma, ou, evet, fiyana iş, ayrıca arkadaşlar, ıı, kal, bu ekler fiilin kök ve gövdelerine gelebilir. Bu iki alan fiiller, cümlede isim gibi kullanılarak bir işin hareketin adı olur. Yani, bu kelime, zamanında eklemeyle birlikte, zamanında eklemeyle birlikte, zamanında eklemeyle birlikte, zamanında eklemeyle birlikte, حرف الياء birlikte, zamanında يصبح الفعل اسم شمدي لنفترض نفترض عنا فعل أوكو هنا فعل أوكو أي فعل أقرأ اقرأ فعل اقرأ فأوكو هي اقرأ اركض اشلار أوكو إذا قلت إذا ضفت الما هون أو ماك أول شيء أوكو ماك هي القراءة والأوكو إذا ضفنا لما أيضا القراءة أصدقائي والأوكو إذا تفضل أُش كمان أيضا قراءة. هذه قاعدة تحتاج للوقت من أجل الفهم، ولكن لنأخذها شكليا ومن ثم نتعمق بالمعنى. أوكوماك أوكوما أوكيوش إذا انتبهنا أصدقائي بس آه هيك. شندي آه مثلا يوجد فيل زائد ما زائد إيلكيكي. قبل أن نأخذ هذا لنأخذ الكان طبعا اخذنا اوكماك هون طبعا فينا ناخذ يازماك ايضا ياز يازما اذا حطينا كي بتصير كيازماك فاليازما الياز اكتب يازماك الكتابه وبالمصدر ايضا بضل نفس المعنى فيازما يازماك او يازما نفس المعنى ياز اش أيضا ولكن اليزش سنتكلم عنها هي بتدل كيف يتم نمط الكتابة أو ما شابه كتابتك أو كتابته إنما الاستخدام فإذا انتبهنا يزمك يزمه ويزش هكذا أصدقائي ثلاثة صاروا واحدة أخذت الماك والثانية أخذت الماء والإش كمان راح نذكرها شندي أرنك تاتيل يابمك دينلنمك هر إنسان إيه احتياجدر القيام بالعطلة والاستراحة هي احتياج كل شخص يعني كل شخص يحتاج أن يذهب أن يقوم بالعطلة أو يستريح دينلان هنا القاعدة دينلان دينلان إذا قلت دينلان ارتاح أما دينلان ما أو دينلان ماك الاستراحة إذا بهذا المعنى دينلان ما أو ديلن مك الاستراحة فشو قلنا بالجملة تعطيل ياب مك القيام بالعطلة هي قوم بالعطلة ساوي عطلة بس اجتها أيضا مك فأصبحت القيام بالعطلة هنا الترجمة تختلف على العربي فانتبهوا بكثير من الجمل ودلنا ماك الاستراحة إذا ما يني بيرتشالش ما أخذت طاولة عمل جديدة لبيتي شمدي أخذت طاولة عمل جديدة لبيتي هنا تشالش نحن نعرف بأن تشالش أعمل تشالش ولكن عندما ضفت الماء أصبحت العمل أو عمل تشالش ما أصبحت مضاف مضاف إليه طاولة عمل فإذا اسم واحد سجارة يشمك سالا زرار لدر في الجمل العام العامة والإتش ميك لمعلومات ملاحظة الشيء اللي بينتهي بالمك ما بياخد ملكية مثلا أما الباقي بدون ياخدوا ملكية يعني الما والأش هون بياخدوا ملكيات أصدقائي هدول أما المك ماك ما بتاخد اوكو مك يازمك ما بتاخد اوكو ما اوكو يوش ياز يازش بياخدوا هدول هيك بياخدوا ملكية Falan karın hay ma fiha mulkiye. tabahna sigara içmek sağlığa zararlıdır. Ettedhin mudur li sahha. Onu görmek beni çok mutlu etti. Onu görmek beni mutlu etti. Mutlu etti es'adeni kethiran ru'yetuhu. Şufu onu görmek ru'yetuhu yani. Evet. Müzik dinlemekten çok hoşlanırım. Fe izen azdikai dinlemekten fel قلنا قبل قليل دين لا هديك دين دينلا دين, لا است دين استمع دين الاستماع دين مكتن تصبح من الاستماع فإذا دان دان تان تان, تان تأتي لهون فبتصير شو دين مكتن من الاستماع ميزيك دين مكتن تشوك هوش اذن إذا أعجب أو أحب بمعنى أو أعجب حسب بس هون أعجب يعجبني الاستماع الموسيقى استماع من الموسيقى ترجمة ما بتزبط للعربي فموزيك دي تشوك شوك هوش إذا هون يعجبني استماع الموسيقى فبدنا نتجاهلها هاي بالترجمة لما بيجي هوش لنرم بيز جن سبار إذا بتعرفوا الياب ساوي ياب ما الفعل يا أيوة فأخذت هنا إلى إذن يعني تأتينا هنا الأ والآ Müzik din e, her gün spor yapmaya başladık. Bedenle lil li mumarasat riyada kul yom. Fe izen asbahat li mumarasat riyada. İle el mumarasa ou lil. Tijib ma'nayen lil ou ila. İza etet maya ve maya. Huna. Sen çamaşır makinesini kullanmayı biliyor musun? Sen, ente, çamaşır makinesini kullanmayı biliyor musun? Hel tarifu. استخدام فإذا إجتنا تعريف أيضا كلا ما حرف صاعد و هون شو إجانا في الفوق أصدقائي اكتبوا ملاحظة فإذا هون بيجي أو أ وبيجي تعريف الا إي أو هون أه هيك فبيجينا هون تعريف قلنا آت أه. هون إجانا طن تن فإذا الطن والتن والآ والآ والآي والأ تجينا للجملة هاي الجمل مهمة كي نعرف الفرق فيما بعد ستفهموا أكثر الموضوع سان تشاماشر ماكينسيني كولان ماي هل تعرف استخدام كولان مي هنا المهم هل تعرف استخدام آه يعني مكينة الغسيل أبدا. هو بلطلو جورنيور يبدو الجو بأنه بلطلو أي غائم، نيتشي بيكنية جيت مكتة، إصرار، لماذا تصر بالذهاب إلى العطلة؟ فإذا أصدقائي أيضا يأتينا تا تا جيت فلازم نعرف إذا بيجي في حرف جر هون، لماذا تصر بالذهاب، أي في، بمعنى بالذهاب إلى النزهة، لـ الجو، الجو يبدو أنه غائم، لماذا تصر بالذهاب اي في بمعني بالذهاب الي النزهه الجو الجو يبدو انه غايم لماذا تصر بالذهاب للنزهه جيت مكتا. Fısa nörekezü ilə, izn, hənə mühüm jəddən, tan tan, a a ilə, a e o o, tərəf və gittmək de. Liyənə Bu iki alan fiiller cümlede isim gibi kullanılla karaketin bu eklerden sonra ad durum ekleri gelir. Ad durum, fal ad durum ekleri şöhie, tan ve tan ve tan ve tan, ol a ol yani məhən. هنا يوجد ماك كالجي اه اسم باركال ملاحظة صباح ماركتن تازة اكمك على جام يعني الاكمك هون ما بتنفصل ففي ملاحظة انه الاكمك خلاص هي جذر الفعل اك ممكن ما بتعرفوا انتو ازرع ولكن هذه اكمك خلاص هي خبز يعني غير قابل للتغير اكمك آه صباح ماركتن تن في الصبح أخذت خبزا طازجا من المغرب منغالي ياكماكي اتين تشاكماك لازم التشاكماك هي يعني تشاكماك قداحة شوفو هي بالتشاك تشاك هو فعل ماك ولكن صارت اسم اه تماما يعني هي اسم ثابت مو انضاف عليها مثلا متل اه جور وحطينا ماك مثلا تختلف مثل ايتش أو ميك çalışma mesela. Tehtelifu. Hâzihi isim sâbet. Çok yağlı yemekleri sevmiyorum. La uhibbu at'imel at leti desime yani. Fiha desem arkadaşlar. Evet. Şimdi bade en şerahna hon. O nasiha hon mabdinsu. Fiil iyilik iki. Kal yan ve e, ana cümlenin öznesinin farklı olduğu يعني عند ضرورة في حال وجود أكثر من فاعل في الجملة قال هنا المشتركة تستخدم هناك أصدقائي يوجد في الجملة إذا المقصود جملة جانبية وجملة أساسية يعني في قيامين فعلين في الجملة عندما يكون الاضطرار على هذا يتم يعني بيتم التركيز على الفاعل فعند اللي التركيز على الفاعل تاتي شو هنا تاتي ال يليك اي كي arkadaşlar إبت مثلا اذا جبنا هون قال ضفنا لها ما بتصير وميم فبتصير قال مام قال فعل قال مام اسم والما قدومي صارت قال مام إذا مثلا استخدمت لازم يجب أن أأتي بتصير فإذا لسان شو بيجي هون؟ لسان بيجي جالمان جالمان فإذا أتى يليك إيليك إكي يعني جالمان قدومي جالمان قدومك جالما للأو جالما سي أو أونون هنا لا يأتي أو عفوا هنا يوجد بنم سنين أونون بنم سنين 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 أبت evet, سنين benim senin onun burada boş verelim bunu benim yani home nokta benim baden benim gelmem lazım senin nakulu mesela gelmen lazım yeti ne onun gelmesi baden le bizim yetimiz gelmemiz sizin gelme niz Ol onların gelmesi fark azdıkay gelmeleri gelmesi av gelmeleri liccama gelme le gelmem gelmen gelmesi gelmemiz gelmeniz gelmeleri sana tekellamu ders el kadem mesela doğum günüme onun gelmesini istemiyorum la uridu kudumehu şufu gelmesini onun gelmesini istemiyorum لهيك صرفنا قال ميسي بنم قال شوفو قال مني شوفوا مثل هنا لا اريد قدومه الى زفافي كومشولار يكسك سيس لا ميوزيك دين دان راهات سيزوليور الجيران يصبحون منزعجين من 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 استماعنا للموسيقى بصوت عالي شوفوا دين ميز ومن ثم دان البيز اجاها ميز والدين لا اجاها هكذا سنن غرفتك لا انزعج كثيرا اني اغضب لعدم لعدم بتصير بالنفي وياتيها نفي اه لترتيب غرفتك درس درز لجل من سيزين عشانك كثير يارنلل جل شوفوا قدومكم للدرس هو اه مهم بالنسبه لكم القو قدومكم للدرس بشكل منظم مهم الكون يعني اذا بتجوا بشكل منظم للدرس افيد الكون اشتان اير المانز فراقكم للعمل قد ازعجنا ابد فلتكن هذه وظيفة أه وبعدين الدرس الجاي ان شاء الله بنقرأ النص وبنذكر القاعدة بشكل مفصل اكثر هذه قاعدة من اصعب القواعد في اللغة التركية سجل اركضشتر يعني بعد اخذها بشهر شهرين تتعودوا عليها ان شاء الله لالفت لأ الانتباه من هلا لانه الاسم فيل اسم فيل كون سو arkadaşlar بو تشوك اوزال بير ديل هذه مهمه جدا جدا ومن الطبيعي يعني لا تنزعجوا انه بالبدايه ما فيكم تحكوا فيها ولكن ان شاء الله معا سنتعلم كل ما آه يعني لازم Sevgili arkadaşlar gelecek ders görüşürüz kendinize iyi bakın